السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامج بانوراما فلسطينية، ونبدأها مع أهم الأخبار الفلسطينية لهذا الأسبوع. وصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم 55 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي. وحذرت وزارة الأسرى والمحررين من استشهاد الأسير الفسفوس الذي قالت إنه يعاني ظروفاً صحية خطيرة وقاسية. أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا بلغت حتى الآن 64 قتيلاً، وما يزيد عن 10 مواطنين ما زالوا في عداد المفقودين. قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الاحتلال بات يسيطر على 80% من إجمالي مساحة منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة. نظم المئات من طلبة جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مسيرة احتجاجية شارك فيها الكادر التعليمي، تنديداً باقتحام قوات الاحتلال الحرم الجامعي واعتقال 8 من طلاب الجامعة. قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي إن خسائر العمال جراء منعهم من المرور عبر معبر بيت حانون إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر تزيد عن 10 ملايين دولار. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن خدمات الوكالة مهددة بالتوقف في شهر نوفمبر المقبل بفعل الأزمة المالية، مؤكداً أن إدارة الأونروا تبذل جهوداً كبيرة لتغطية العجز المالي لميزانيتها حتى نهاية العام الجاري. إذن بعد هذه الجولة الإخبارية نذهب مباشرة إلى مواضيع حلقتنا، والبداية من الخط الأخضر. يحيي الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني الذكرى 23 لهبة القدس والأقصى المبارك، والتي وقعت في العام 2000 وأدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا من أبناء الداخل برصاص شرطة الاحتلال. وأعلنت لجنة المتابعة العليا في الداخل عن تنظيم مظاهرة السبت المقبل في مدينة سخنين ومسيرة أخرى لزيارة قبور الشهداء. وقالت لجنة المتابعة في بيان لها أن الظروف التي فجرت الهبة قبل أكثر من 20 عقدين من الزمان تزداد استفحالا بسبب سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وبمعدلات الاستيطان والعنصرية وغياب المساواة بحق أبناء الداخل وانتشار ظاهرة العنف والجريمة في البلدات العربية. وجاءت هبة القدس والأقصى رداً على اقتحام زعيم المعارضة في ذلك الوقت أرييل شارون للمسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى مواجهات دامية اندلعت على إثرها مواجهات في الداخل استمرت لثماني أيام وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى واعتقال العشرات. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب من حيفا الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين. سيد إيهاب، أهلا وسهلا بك معنا. سيد إيهاب، كيف يحيي الفلسطينيون في الخط الأخضر ذكرى هبة القدس والأقصى التي حصلت عام 2000، وما هي أهمية هذه الفعاليات ودلالاتها؟ نعم، يعني بدون أدنى شك أن هبة الأقصى هي تأتي استمرارا واستمرارية لعدة تبعيات وعدة يعني أمور التي انخرطت في الذاكرة الفلسطينية هنا تحديدا في الداخل على مدى 75 عام، يعني من بينها طبعا بدون أدنى شك النكبة له إرثه الكبير في الذاكرة الجماعية الفلسطينية بشكل عام وبدون أدنى شك كذلك بالداخل. من بعدها كذلك هنالك يوم الأرض، والذي يشكل كذلك نقطة مفصلية ما بين السلوكيات والتعامل ما بين المؤسسة الإسرائيلية وفلسطينية الداخل، النقطة التي كانت ليها بدون أدنى شك الانتفاضة الأولى، ومن بعدها النقطة المركزية لربما على الأقل في العقدين الأخيرين ألا وهي انتفاضة الأقصى. وكذلك يعني دواليك حتى في 23 عام الأخيرة كذلك كان هناك الكثير أو بعض المحطات مثل احتجاجات برافر،
القانون الذي كان يساهم في ضم الأراضي أيار 2021 بدون أدنى شك، كذلك نقطة مهمة جدا. ولكن الآن تحديدا في هذا العام أظن أن نواجه يعني ونستذكر أيار عفوا أكتوبر 2000 وهبة الأقصى، تحديدا في ظل الفاجعة الأهم بنظري التي يواجهها اليوم فلسطيني الداخل، ألا وهي قضية الجريمة المستهدفة والمستفحلة. يعني فقط اليوم عائلة كاملة أبيدت عن بكرة أبيها، يمكن القول بكل معنى الكلمة، 5 أنفار بسلاح الجريمة الذي تسهله بطبيعة الحال المؤسسة الإسرائيلية والشرطة الاحتلال. واليوم كذلك يعني طبعا بدون أدنى شك أن المجرم يعني حر طليق وسيبقى حر طليق، واليوم كذلك تم يعني الحكم على قصي عباس من عكا ب 25 عام لمجرد محاولة قتل يهودي في أيار 2021. فبالتالي هذه هي المعادلة التي يواجهها فلسطيني الداخل، يعني في ظل كل القمع والاستبداد والاستفحال من المنظمة الإسرائيلية الجريمة، وفي ظل كل هذا نحن نتحدث عن ربما الحكومة الأكثر سوءا والأكثر فاشية. وبطبيعة الحال نحن لا نفارق ولا نفاضل بين حكومات إسرائيل، لكن هذا هو واقعها بأنها موجودة على أقصى اليمين. طيب يعني أنت ذكرت ما يتعلق بالجريمة واستفحال هذه الظاهرة المنظمة التي يتهم قيادات المجتمع الفلسطيني في الدولة، المؤسسات الأمنية ربما بشكل أو بآخر بأنها وراء هندسة هذه الأزمة وهذه الظاهرة. السؤال هو يعني البعض يحاول الربط بين استفحال ظاهرة الجريمة وبين الارتباط الفلسطيني بالقضية الوطنية، وبالذات منذ عام 2000 باعتبار أن هذه كانت نقطة مفصلية في الالتساق بالهم الوطني. ومنذ ذلك الوقت طبعا لا ينفي ذلك الالتساق الوطني لأهلنا في الداخل قبل ذلك، لكن هناك كان في تطور أكثر إيجابية باتجاه تعزيز الهوية الوطنية. هل هذا هو أحد أسباب الجريمة المنظمة التي تحاول شق الصف الفلسطيني؟ ربما هي 3 نقاط يجب أن نقف عندها، يعني أو 3 أرقام يجب أن نقف عندها. اليوم و27 من أيلول نحن نتحدث عن 187 قتيل جراء الجريمة في المجتمع العربي. قبل 5 أعوام في 2017 لنفس التاريخ تحديدا لنفس اليوم الحديث كان عن 54 قتيل، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 3 أضعاف. هذا من جهة. الآن النقطة الأهم كذلك التي يجب أن نتطرق إليها بطبيعة الحال وبنظري يعني يجب أن لا نغفل عنها، هي عام 97 كان هنالك 12 قتيلا جراء الجريمة في عام 97. عام 2000 كان هنالك ينسب للشباك آنذاك لرئيس الشباك آنذاك أنه قاله بالحرف الواحد: ما لكم ومال الضفة، ما لكم ومال الأقصى، سوف تدفعون ثمن ذلك غاليا. ومنذ عام 2004 بات واضحا أن الأرقام كانت في تصاعدية. 2017 هي كذلك مرحلة مفصلية، يعني من عام 2004 حتى وصلنا إلى عداد 50 60 70 هي كانت في عام 2017. ومنذ عام 2018 وتحديدا بعد أيار 2021 الأرقام زادت بوتيرة رهيبة بدون أدنى شك، متصاعدة إلى ما وصلنا إليه اليوم. فبالتالي نعم نعم إذن 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 أنت تتفق مع من يقول أن هذه الهبة ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وتعميق الهوية لأبناء الداخل، وبالتالي من تداعياتها ما نرى من مظاهر مثل الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في الخط الأخضر. بدون أدنى شك، يعني هذه هي العلاقة يعني وطيدة جدا باعتقادي، بل هي أحد أساليب العقاب التي مارستها إسرائيل والمؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطيني الداخل. يجب أن نأخذ نقطة بعين الاعتبار أن ما لا تستطيع إسرائيل أن تقوم فيه لمن هم محسوبون عليها بالمواطنة، لفلسطيني الداخل لأنهم محسوبون عليهم بالمواطنة، كما تقوم به في داخل الضفة، هي تعطي شرعية معينة لعصابات الجريمة لكي تقوم به بأساليبها
وهنا يجب أن نقف لربما عند هذه النقطة. في كثير من الأبحاث وفي كثير من الشراكات هنالك شراكة تامة ما بين المخابرات ليس فقط الإسرائيلية، نحن نتحدث بشكل عام، وما بين عصابات الإجرام، أي بكلمات أخرى باتت عصابات الإجرام هي الذراع المنفذة للاستخبارات بأيدما شاءت ألا تلطخ يدها بالدماء. فبالتالي لماذا لا تقوم بذلك؟ يعني بكلمات أخرى الشباك الإسرائيلي لماذا لا يقوم بذلك ضد فلسطيني الداخل إذا أراد معاقبتهم؟ وبالمناسبة هي نقطة مهمة جدا، لا يعني ليس بالضرورة أن يكون الحديث عن استهداف واغتيال لشخصيات بحد ذاتها، وإن كان هنالك الكثير من الأحاديث عن اغتيالات لشخصيات مرموقة في داخل المجتمع العربي التي وقعت ضحية لمثل هذه الجريمة، لكن مجرد الشعور بعدم الأمان، الشعور بالخوف، عندما نتحدث عن 185 قتيل نحن نتحدث عن أرقام تضاهي كولومبيا وتضاهي المكسيك وتضاهي كل الدول والشعوب المنكوبة بالجريمة. لك أن تتخيل 105، يعني نتحدث عن تقريبا 13 قتيل لكل 100,000 نسمة، في حين أن الأرقام في الضفة الغربية وجراء الجريمة هي نصف قتيل لكل 100,000 نسمة، في داخل إسرائيل هي تقريبا 0.4 بدون الفلسطينيين بطبيعة الحال 0.4 لكل 100,000 نسمة، وهذا هي معدل الأرقام في كل دول الشرق الأوسط بالمناسبة، هي ليست بعيدة عن هذا المعدل. ولكن عند الحديث عن فلسطيني الداخل نحن نتحدث عن 13 قتيل، وبالتالي هذا بات يعني واضح أنها أحد الأساليب التي تستهدف فيها لزرع نوع من الخوف والأمن وتآكل مفاهيم الأمن والأمان في داخل فلسطيني الداخل. هل بناء على هذا يعني، وقد أشرت سيد إيهاب إلى الحكومة الأكثر تطرفا وهي الحكومة الحالية الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، هل وجود هذه الحكومة في تقديرك يساهم في دفع الفلسطينيين نحو تعزيز الانتماء الوطني رغم الثمن الذي يدفع، أم أنها ستؤدي، وهنا نريد الإجابة الواقعية من واقع الحال في الداخل، ستؤدي إلى انحسار الارتباط بين الفلسطينيين في الداخل وبين الهوية الوطنية؟ لذلك يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار شأن الفلسطينيين، شأنهم كباقي الأقليات في العالم، هنالك نوع من الموازنة ما بين الهوية الوطنية والهوية المواطنة. يعني في نهاية المطاف هنالك فلسطيني الداخل لديهم أعمالهم، لديهم هويتهم الاقتصادية العملية على أرض الواقع في نهاية المطاف في داخل يعني أو تعامل مع إسرائيل ومؤسسات إسرائيل. وبالتالي هذه النقطة التي يجب أن نقف عندها يعني وهي مهمة جدا، في سنوات التسعين وربما هي السنوات الأكثر نجوعا أو يمكن القول بمفاهيم كهذه وكأخرى ما بين المؤسسة الإسرائيلية وما بين السلطة الفلسطينية، كان هنالك نوعا ما من التوازن والموافقة ما بين الهوية الوطنية وهوية المواطنة. يعني كان الفلسطيني الداخل استطاع أن يمسك بهذه الهوية بشكل متوازن وبشكل قيم. منذ أكتوبر 2000 تم هنالك المؤسسة الإسرائيلية زعزعت ثقتها بالهوية المواطنة بالنسبة لفلسطيني الداخل وضربت بها عرض الحائط، وباعتقادي منذ هذه اللحظة تم هنالك نوع من الارتباط أو الهوية الوطنية باتت تزداد وتكبر أكثر فأكثر لدى فلسطيني الداخل. وأظن أنها في ظل هذه الحكومة يمكن القول بشكل قاطع قد وصلت مرحلة بعيدة جدا، وهي نقطة مهمة جدا على ذات القدر التي تكون به حكومات إسرائيل يمينية فاشية أكثر تعصبا، تكون الهوية الوطنية لدى فلسطيني الداخل أكثر تمسكا بقيمها وأكثر تعصبا لقيمها أكثر فأكثر. يعني هذه العلاقة هي علاقة طردية بكل معنى الكلمة ما بين هذين المفهومين. سيد إيهاب، ذكرت يعني بعض أمثلة على الحراكات الوطنية التي تشير إلى ارتباط أهلنا في 48 مع البعد الوطني والهوية الوطنية لهم، وفعلا من يتابع الوضع في الداخل يدرك أنه في الأعوام الماضية شهدت يعني الحراكات السياسية المرتبطة بالهوية الوطنية يعني كثافة إلى حد كبير.
يعني رغم كل هذه الظروف السيئة التي والتخطيط والهندسة للمشاكل والأزمات في المجتمع الفلسطيني، إلا أنهم ما زالوا مرتبطين بالهوية الوطنية ويبذلون ويقومون بحركات سياسية. مثلا الآن المظاهرات التي تمت الدعوة إليها من قبل لجنة المتابعة العليا العربية بمناسبة الذكرى 23 لهبة القدس والأقصى، ما هي أهم دلالاتها؟ والأمر الآخر، ونحن نعيش في سبتمبر وهي ذكرى 30 لأوسلو، هل كان لأوسلو تأثير سلبي على هذا الارتباط الوطني لأهلنا في 48؟ يا يعني ربما كنت أنت قد ذكرتها، يعني إذا كان الحديث هنا تحديدا عن أوسلو كنت أنا قد أشرت إليها في نهاية المطاف، ولا يوجد هنالك، لم يكن هنالك خلل بالارتباط الوطني، لكن كان هنالك بمفاهيم يعني المواطنة الإسرائيلية والهوية المواطنة الإسرائيلية في سنوات التسعين وفي ظل وفي كان في سنوات أوسلو، يمكن القول أن كان هنالك نوع ما زيادة في رصيد هوية المواطنة، وبالتالي هذه النقطة التي يجب أن نقف عندها. يعني لا يمكن القول أنه كان لديها هنالك ذلك المردود السلبي على هوية الوطنية، ولكن كان لديها مردود إيجابي بين هلالين على هوية المواطنة بمفهوم كهذا أو كآخر. في نهاية المطاف أوسلو نعم يعني لم يعني تسير فوق فلسطيني الداخل، بل أخذت بعين الاعتبار بعض هذه المفاهيم، وربما أحد أهم هذه المفاهيم كانت الميزانيات التي مررت للسلطات المحلية. ولكن وهي نقطة مهمة جدا، على الرغم من كل هذه الأجواء الرومانسية الإيجابية، في نهاية المطاف العلاقة يعني المؤسسة الإسرائيلية لم تستطيع، يعني ربما نعم كان هنالك نوع من الحيز الإيجابي في هوية المواطنة، لكن المؤسسة الإسرائيلية حتى في سنوات الرومانسية هذه سنوات التسعين الرومانسية لم تستطع أن تستقبل وتتقبل فلسطيني الداخل وهويتهم الوطنية. وفي أول مفرق وفي أول امتحان واختبار ألا وهو أكتوبر 2000، يجب أن نتذكر أن ما بين الانتفاضة الأولى وأكتوبر 2000 نحن وهبة الأقصى نحن نتحدث تقريبا عن 10 سنوات ليس إلا، وفي ظل كل كنف هذه العشر سنوات كان هنالك الكثير من القفزات والتغيرات بهذه العلاقة. وحتى يعني ذروة هذه الرومانسية ربما كانت سنوات 94 95 حتى 96، ربما في ظل ذروة كل هذه الرومانسية، وحتى إن شئنا يمكن القول أكثر من ذلك، بل نحن نتذكر أن في عام 99 انتخابات عام 99 التي كانت رئاسة الحكومة الانتخاب إليها مباشرا، عزمي بشارة رشح نفسه لرئاسة حكومة إسرائيل، ويعني إلى هذه الدرجة وصلت هذه النوع من الرومانسية. وفي ظل كل ذلك في نهاية المطاف نحن رأينا كيف أنه فقط امتحان واحد واختبار واحد لكل هذه العلاقة تفككت وتدهورت عند أول مفترق. سيد إيهاب، يعني وأنت تتحدث عن الرومانسية هذه، يعني خطر ببالي يعني سؤال عن تأثير أو يعني مدى تعرض الارتباط الوطني لفلسطين 48 إلى، دعني أقول، إلى الاهتزاز مثلا أو هذه الرومانسية إلى الانكشاف على حقيقتها، وذلك خلال مشاركة مكون أساسي من المكونات السياسية لأهلنا في 48 وهي الحركة الإسلامية الجنوبية في الحكومة الماضية، حكومة اللي هو بنت ولبيد. يعني هل هذا الارتباط يعني يتعرض للاهتزاز الارتباط الوطني بمثل هذه الحالات أم العكس؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني الاختبار الأول كنا قد ذكرناه في ظل يعني بنظري الذي كان عندما ترشح الدكتور عزمي بشارة إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. الاختبار الثاني باعتقادي كان عندما أعطت القائمة والحركة الإسلامية الجنوبية القائمة الموحدة أعطت شبكة أمان للحكومة السابقة. حكومات إسرائيل حتى اليسارية منها، يجب أن نتذكر أن يعني حتى في ظل ما جرى آنذاك من تكنيك ما بين عزمي بشارة وما بين أهود براك لكي يقيلوا حكومة نتنياهو اليمينية، حتى حكومات اليسار في نهاية المطاف هي ناكرة للمعروف، هي ناكرة للجميل، يعني هي تأتي على كنف الأصوات وتأتي على كنف
السياسة والساسة الفلسطينيون من الداخل عندما يقدمون لهم شبكة الأمان من الشراكة، لكن هي لا تقدر هذه الشراكة ولا تعطيها ثمنها الصحيح، وعند أول مفترق هي تضرب بها وتعصف بها. نحن تذكرنا الاقتحامات فقط في السنة الماضية في عام 2022، اقتحامات الأقصى وصلت ذروتها ربما لكي تسوق نفسها وكأنها يمينية، أو ربما حكومة الجميع والكل الإسرائيلي، هذا ما حاول أن تسوق نفسها. وفي ظل كل هذا، نعم يعني هي تحاول أن تربط مفهوم، هي تستطيع أن تتقبل، هذه نقطة مهمة جدا، حكومات إسرائيل، المؤسسة الإسرائيلية مستعدة أن تتقبل الفلسطيني وفق هويته المواطنة وكأفراد، لكن عندما يبدأ الحديث عن الهوية الوطنية ويبدأ الحديث عن التركيبة الجماعية والهوية الجماعية لفلسطيني الداخل وارتباطهم التاريخي والحقيقي والصحيح باقي قطاعات الفلسطينيين في الضفة والقطاع، عندها تبدأ معركة التخوين وإن صح القول لوجودهم أصلاً واعتبارهم طابورا خامسا كما تقول قيادات إسرائيلية. أشكرك ضيفي من حيفا الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبرين، ونخرج الآن لفاصل قصير، نعود بعده لنفتح الحوار حول قضية الأسبوع. أرجو التفضل بالبقاء معنا.